مع الرب يسوع لن نفشل، لن نفشل. الآية بتقول الله لم يعطنا روح الفشل، أعطانا روح القوة. يعني الرب بيدينا القوة اللي تخلينا ننجح، بيدينا القوة اللي تحولنا من الفشل. افترض ان انا فشلت، الرب يديني القوة عشان اتحول من حالة الفشل الى حالة النجاح. نحمية قال كده، إله السماء يعطينا النجاح. باسم الرب يسوع نرفض كل فشل، باسم الرب يسوع نبقى من نجاح إلى نجاح أعظم. وأبدأ معك عزيزي المشاهد بهذه الآية المعروفة من سفر التكوين أصحاح 50. يوسف بيقول لإخواته أنتم قصدتم لي شرا. نتيجة الغيرة من يوسف، ونتيجة أيضا لأن يوسف لم يكن حكيما وهو صغير. إيه النتيجة؟ نتيجة عدم الحكمة ونتيجة الغيرة بتاعت إخواته. يوسف ما كانش حكيم لأنه كان بيقول لهم كلام يزود الغيرة بتاعتهم، ما كانش الأصول أن يقول هذه الكلمات لهم. إنما المهم نتيجة غيرة إخواته ونتيجة عدم حكمة منه، هم عملوا خطة لتدميره، قصدوا بيه شر، عملوا خطة، كانوا عايزين يقتلوه في الأول وبعدين غيروا الخطة وبعوه لتجار، والتجار نقلوه لمصر، حرموه من أبوه اللي بيحبه، ومن حريته اتحرم واشتغل خادم في أرض مصر. يعني خطة شريرة، أنتم قصدتم لي شرا. كمالة الآية عظيم جدا، أما الله فقصد بهذا الشر، بالخطة اللي انتوا عملتوها دي، الرب تعامل مع هذه الخطة وحولها لإيه بقى؟ قصد بي خيرا. يعني الرب استخدم هذه الخطة الشريرة كجزء من خطة كبيرة عشان خير. وكمالة الآية يؤكد ان يوسف بيقول الخير ده ما كانش ليا انا بس، ده يقول كده، فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم. يعمل ايه الرب؟ ليحيي شعبا كثيرا. يعني الرب استخدم الخطة الشريرة لتدمير يوسف، استخدمها جزء من خطة الرب عملها عشان يوسف يبقى رجل عظيم في أرض مصر. وبسبب الحكمة، الرب عطاله حكمة، ما كانتش عنده الحكمة دي وهو صغير، الرب عطاله الحكمة، وبالحكمة اللي الرب عطاها له نجى مصر من الدمار. الرب عطاله حكمة. عزيزي المشاهد، الآية دي مشجعة جدا، إن أي شر بيتعمل لإزائنا بنثق إن الرب بيتعامل مع هذا الشر ويخليه جزء من خطة إلهية عشان يبقى مش لخيري بس، وخير الآخرين. يعني حتى الحاجات الوحشة اللي بتتعمل ضدي الرب يحولها لخيري، ومش خيري بس، يمكن كمان خير عيلتي، يمكن خير أصحابي، خير أولادي، يمكن خير ناس عايش وسطيهم. زي يوسف كده، إله يوسف هو إلهي. لو أنت لك علاقة مع الرب هو إلهك، قول كده، إله يوسف هو إلهي. أي حاجة شريرة تتعمل لإزاء، أي خطة شيطانية لإزاء، الرب هيهيمن عليها ويحطها جوه خطة عظيمة عشان تتحول لخيري وخير كثيرين. اوعى تخاف، اوعى تخاف من مؤامرات الناس يعملوها، اوعى تخاف
من امور شيطانيه موجهه ضدك، اوعى تخاف من سحر بيتعمل ليه، كل الحاجات دي في ايد الرب بيسيطر عليا ويهيمن عليا لاجل خيرك. الناس الشيطان يصدوا بيك شر، الرب بالشر ده يحوله الى خير. وما ننساش الايه اللي في رساله روميا ان كل الاشياء بما فيها مؤامرات الناس ضدنا، بما فيها أمور في السياسة ضدنا، بما فيها أمور في التجارة لو أنا تاجر ضد مصلحتي، كل الأشياء بلا استثناء تعمل معا لخيرنا. عزيزي المشاهد تعال معي الآن إلى سفر الرؤيا، بنكمل التأمل في أصحاح 20. قلنا ان شهداء فترة الضيقة النهائية اللي هي 7 سنين دول هيملكوا مع الرب خلال 1000 سنة، وقلنا انه هيملكوا باجساد ايه؟ ممجدة. وهيبقوا ساكنين فين؟ زي ما شرحنا قبل كده كتير، هيبقوا ساكنين مع مؤمنين العهد الجديد، مع مؤمنين العهد القديم، هيبقوا ساكنين في أورشليم السماوية اللي هتبقى معلقة كده فوق أورشليم الأرضية، وبالأجساد الموجدة ييجوا للأرض عشان يحكموا مع الرب، يملكوا مع الرب 1000 سنة. ومش بس يحكموا، ده اللي كان في الحلقة اللي فاتت، إنما هيبقوا يمارسوا عمل عظيم ككهنة الله. وقلنا ان الدور بتاع الكهنة هنا هيبقى دور في ايه بقى؟ يعني هم هيبقوا كهنة بانهي معنى؟ قلت لك بالمعنى اللي بنشوفه في ملكي صادق، ده كان ملك بيملك وفي نفس الوقت كان يعني خادم. كان المعنى ايه بقى؟ انه خدم ابراهيم في القصة، هو ملك لكن بصفته كاهن خدم إبراهيم. إبراهيم راجع منهك من المعركة، صلى من أجله فعطاله بركة بالصلاة، وقدم له كان منهك، قدم له أكل، قدم له خبز أنعش بيه صحة إبراهيم، وقدم له كمان عصير عنب طاقة، قدمه طاقة عشان تعوض المجهود اللي عمله. عزيزي المشاهد، ده اللي هيعملوه الكهنة دول في 1000 سنة. لما ييجوا الأرض هينعشوا المؤمنين، يزيلوا الأعياء بتاعهم، يشيلوا منهم أي أفكار غلط، لأن في 1000 سنة المؤمنين لا يزالوا عندهم إيه، ما تغيروش، اللي تحت على الأرض زينا مش هيتغيروا، هيبقى جواهم طبيعة جديدة بسبب إيمانهم بالرب يسوع، وأيضا طبيعة قديمة. فعشان الطبيعة القديمة ما تشتغلش يبقى محتاجة كلمة. مين اللي هيقدم لهم الكلمة دول؟ الكهنة دول، كهنة الله اللي بأجساد ممجدة. وقلت لك عزيزي المشاهد الدرس اللي لينا النهاردة ان احنا كلنا مؤمنين العهد الجديد كهنة، كلنا الكتاب المقدس بيقول كده، يعني مش مجموعة معينة كهنة مجموعة، لا كلنا كهنة، ده اللي بتقوله كلمة الله. فلينا دور ككهنة مع بعضينا ومع الآخرين. اقرأ لك عشان الموضوع ده مهم، اقرأ لك الآية اللي في رسالة بطرس الرسول الأولى، دي آية مهمة جدا في الأصحاح الثاني. كأطفال مولودين الآن، يبقى هو بيتكلم مؤمنين جداد، يعني المؤمن كان خاطئ أول ما قبل الرب يسوع وقبل الخلاص ونال الولادة التانية بقي طفل. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به، يعني اتغذوا بالكلمة، اقروا في الكلمة، احفظوا آيات، صلوا بآيات الكتاب،
لأن الكلمة هنا لبن إيه؟ ينميهم. وبعدين يقول لهم إيه بقى في آية 5؟ كونوا أنتم أيضا إيه بقى؟ دول اللي اتولدوا جديد، يعني مش ناس مثلا في الحياة الروحية دي لهم سنين طويلة، لا دول مبتدئين أطفال. يقول لهم إيه هنا؟ كونوا أنتم أيضا وبعدين كهنوتا مقدسا. ده الأطفال في الإيمان الجداد كهنة، يقول كونوا أنتم أيضا كهنوتا مقدسا. وككهنة هيبقى ليهم دورين، دور مع الناس ودور مع الله. الدور اللي مع الله شرحناه في الحلقة اللي فاتت، وكنا بنتأمل في رؤيا يوحنا الأصحاح الأول، اللي هو يقول لك لتقديم الدور مع الله. يبقى إذن أنت مؤمن جديد أنت كاهن، زي المؤمن القديم هو أيضا كاهن، أنتوا الاتنين كهنة. في بحسب كلمات رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الثاني، كونوا أنتم أيضا كهنوتا مقدسا، يعني مخصصا لله. كلمة مقدس شرحناها معناها مخصص لله. عشان أقدم ذبائح، في العهد القديم كانوا بيقدموا الذبائح حيوانات لسرور الرب، زي ما بيقول إيه سفر اللاويين. وقلنا ليه لسرور الرب؟ نراجع مع بعض لأن الموضوع ده مهم. عشان الذبائح الحيوانية دي كانت رمز للرب يسوع المسيح، وذبيحة الصليب هي الذبيحة التي قدمت لسرور الآب. فالذبائح الحيوانية دي كانت لسرور الرب، ليه؟ لأنها بترمز أو كان بيشوف فيها ذبيحة المسيح. طيب أنا في العهد الجديد هقدم إيه بقى؟ ذبائح حيوانية؟ لا، يقول لك لتقديم ذبائح مش حيوانيه، ذبائح ايه؟ روحيه. يبقى كل انت مبتدئ انت كاهن، وككاهن ليك دور انك تقدم ذبائح مش حيوانات، ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح. ويأكد المعنى ده تاني في ايه رقم 9، اما انتم فجنس مختار، زي الشعب اليهودي كده ما كان مختار في العهد القديم، وكهنوت ايه؟ ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل بالامتيازات بتاعت الرب الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. يبقى في الآية هنا رقم 3 ده الدور الأولاني للكاهن. إيه الدور الأولاني للكاهن؟ إنه زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت إنه اتجاهه لفوق، تو، إحنا قلنا الشاهد بيقول كده في اللغة الإنجليزية المترجمة عن اللي مش باينة في العربي اللي إحنا كنا بنشرح فيه رؤيا يوحنا الأصحاح الأول، اللي هي هنا وجعلنا كهنة لله ناحيته، يعني تو جاد. يبقى إذن أنا كان ناحية الرب، هعمل إيه؟ أنا بتكلم علينا دلوقتي المؤمنين العهد الجديد يعملوا إيه؟ يقدموا ذبائح روحية. الآية الثانية اللي احنا بنتأمل اللي تأملنا فيها اللي هي في رؤيا 20، وقلنا إن في الأصل اليوناني ما هياش تو جاد، لا هي اوف جاد، يعني كهنة الله، كهنة الله عشان ليهم دور مش رأسي بقى لفوق، افقي مع بقية المؤمنين ومع الخطاة. ايه الدور ده اللي بيعمله الكاهن هنا؟ يقول لك هيكلم الاخرين عن حلاوة الرب يسوع، سلام الرب يسوع، معاملات الرب يسوع، الغفران اللي بيديه الرب يسوع، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنت كان لو أنت ليك علاقة حية مع الرب، عشان ليك ككان ليك دورين،
الدور الأولاني تقدم ذبائح روحية. تقول لي إيه الذبائح الروحية؟ قلت لك في الحلقة اللي فاتت الإجابة، وكنا بنتأمل بسرعة في الرسالة إلى العبرانيين. ورسالة العبرانيين هي بتشرح الكهنوت بتاع العهد القديم إنه رمز للعهد الجديد. فإيه بقى نقدم؟ إيه الذبائح اللي هنقدمها ككهنة؟ يقول لك هنا آية رقم 15، عبرانيين 13 آية 15، فلنقدم بالمسيح به باسم يسوع، يعني باسم يسوع المسيح في كل حين. يا لازم أقدم ذبائح كل حين، كل يوم، كل حين، يعني كل حين تمارس دورك الكهنوتي، حتى لو مبتدئ، حتى لو مبتدئ في العلاقة مع الرب، انت كان وليك دور كهنوتي. ايه هو؟ قلنا الدور عبارة عن حاجتين هنا. فنقدم كل حين لله، فين الذبائح الروحية؟ ادي اول ذبائح، ذبيحة التسبيح، اي ثمر شفاه معترفة باسمه. يبقى اول ذبائح روحية عليك انك تقدمها يوميا، لان هنا في كل حين، نبروز كلمة كل حين، كل حين يعني كل حين، مش معناها يوم ويومين، لا، مش معناها اسبح وانا في الكنيسة مرة في الاسبوع، لا، لازم يبقى عندي دائما ذبائح بقدمها للرب، ذبائح التسبيح، هي دي الحيوانات اللي بقدمها في العهد الجديد. لنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. وكمان اقدم ذبائح روحية تانية، ايه؟ ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يصر الله. يعني أنا لما أعمل خير لشخص محتاج، أنا وأنا بعمله للشخص المحتاج ده، أنا بعمله للرب، عشان كده دي بتبقى ذبيحة لفوق رأسية. يعني رغم ان ده عمل التسبيح باين ان ده انا وانا بسبح بكلم فوق، طب ولما اجي اعمل خير لشخص محتاج ايضا، ده رغم ان انا بقدمه لشخص كده افقيا، لكن بيعتبر ذبيحة روحية مقدمة لله. زي الآية اللي بتقول ما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. يعني انا لما اكسي واحد فقير بعمل له خير، بجيب له لبس، انا كاني بجيب اللبس ده للرب. فعشان كده دي ذبيحه روحيه، ذبيحه روحيه. دي ايه هي؟ لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لانه بذبائح مثل هذه. طب ايه التوزيع؟ كلمه توزيع دي في الاصل اليوناني اللي اتكتبت بيه الرساله، يعني إني أشارك محتاجين في اللي معايا، بوزع من اللي معايا لناس محتاجة. المؤمن لازم يتطلع إن دخله يزيد. يعني أنت دخلك 100، يبقى بتؤمن إنه هيزيد. بس وأنت بتؤمن إنه بيزيد، بيزيد بركة ليك ولأولادك ولزوجتك ولتحسين مستوى معيشتك. لكن لا، انت كمؤمن عندك هدف تاني مع الهدف ده، ايه؟ ان يزيد فرص عطائك للاخرين. انك كنت بتساعد عيلتين، هتساعد تلات عائلات. كنت بتصرف على اتنين يكملوا دراستهم، هتصرف على اربعة يكملوا دراستهم. ده اللي جوه المؤمن. ليه؟ لان لما بيعمل ده، بيعمل ده للرب. هو صحيح بيعملوا الناس، لكن ده الرب بيشوفه بيتعمل ليه. لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، ان اشارك الناس في اللي عندي، الناس المحتاجة، لانه بذبائح مثل هذه يصر الله. من الذبائح الروحية التي تقدم للرب، اقرأ لك الآية الشهيرة اللي في رسالة روميا، في رسالة روميا أصحاح 12، قدموا أجسادكم، قدم جسدك لخدمة الرب. يعني بتزور ناس عشان تكلمها عن الرب، بتعمل حاجات بإيدك
من أجل مجد الرب، من أجل نفوس تعرف الرب. يقولك قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، وقدم جسدك في العبادة. يقولك عبادتكم العقلية الذهنية. يبقى إذن أنا مطالب أن أنا أقدم جسدي ذبيحة، جسدي يبقى في العبادة، أعرف أعزف موسيقى، أقدم أعزف موسيقى للرب في العبادة وأنا برنم، أعبد الرب بكل كياني، أخدم الرب. أدي دي الذبائح الروحية، دي موجهة لله. دور التاني اللي ممكن أشوفه متداخل في الدور الأول هو دوري مع الآخرين في المجال الروحي، وده اللي هيعملوه زي ما شرحنا، زي ما عمل ملكي صادق. هتكلم عن جمال يسوع، هشجع الناس تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. بس كوني أقول إن الرب بيغير الناس وبيشيل بينقل الناس من الظلمة إلى نوره العجيب، ده معناه إن أنا ككاهن لله بشارك في دعوة الخطاة إنهم يقبلوا الرب عشان يتنقلوا زي ما أنا اتنقلت من الظلمة إلى النور العجيب. وده خلي بالك بقى من الحتة دي اللي بنختم بيها الحلقة، وده جزء من اللي هيعملوه شهداء الضيقة السبع سنين مع مؤمنين العهد الجديد، مع مؤمنين العهد القديم، هيعملوه بالأجساد الممجزة بتاعتهم كسماويون، كسماويين ساكنين في أورشليم السماوية، هيجوا للأرض عشان يعملوا ده. يعملوا ايه؟ يكرزوا بالرب يسوع. هتقول لي وهيبقى في خطاه في الملك الالفي؟ نعم، هيبقى في خطاه في الملك الالفي، ومحتاجين الى هذه الخدمه الكهنوتيه، ان ناس تكلمهم عن ما الايمان بالرب يسوع، الايمان اللي ينقل من الظلمه الى النور العجيب. هتقول لي عايز افهم ازاي هيبقى في خطاه في الملك الالفي؟ ده اللي هنشرحه في الحلقه القادمه. لكن اني معايا هذه الحلقه، لو انت ليك علاقه حقيقيه بالرب يسوع، قول له اشكرك يا رب لانك جعلتني كاهنا، واشكرك يا رب لانك نقلتني من الظلمه الى نورك العجيب، واشكرك يا رب لانك بتستخدمني بطريقه او باخرى عشان ناس تنتقل هي ايضا من الظلمه إلى نورك العجيب. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.